السلام عليكم. كانت تسكن بيتا وحيدا في الوادي إلى جوار بئر ماء وخزان سبيل يتوسط 4 قرى، أسرة طيبة يعولها معلم، وتقوم زوجته على رعاية 5 بنات وولد وحيد سهرت على تربيته حتى وصل إلى الصف 3 الثانوي. وما إن وصلت ميليشيا الانقلابيين إلى المنطقة حتى غادرها الأمان وتشتت شمل الأسرة، فقد أصبح المعلم والناشط النقابي شخصا غير مرغوب بتواجده في الوادي، فاضطر لترك أسرته والانتقال بمفرده إلى القرية. ومنذ 1.5 عام كان عساكر الانقلاب يترددون على بئر الماء التي يملكها ويحصلون منه على الماء للشرب والاغتسال، ويطلبون من أسرته أن تمدهم بقليل من الصابون فيحصلون عليه. وفجأة شعر الحوثيون أن الوادي ضيق ولا يمكن أن يتسع لهم ولهذه الأسرة، فقرروا أن يرتكبوا المجزرة. قصة أسرة المعلم والناشط النقابي طه حسن فارع كما يرويها في الدقائق التالية. نشاهد ثم نعود. في يوم الجمعة الساعة 8:30 بعد صلاة العشاء، أنا قد خرجت من البيت الذي حصلت داخلها الجريمة لتقريبا 1.5 سنة، ما نزلش داخل البيت هذه خالص. البيت في الوادي، عندي بير للري وعندي خزان في الطريق سبيل يشربوا منه الناس، 4 قرى الذي تأتي تشرب من الخزان من فضل الله عز وجل. وكان من المستفيدين من هذا الخزان هؤلاء الفقراء، هؤلاء الظلمة، هؤلاء الفسدة، يشربوا من الخزان، يأخذوا ماء لغسل ثيابهم، يغتسلوا عند الخزان، بل إنه من الضرائب إنه يجي لعند الخزان ماشي معه صابون صبن ثيابه وكذا، وصيح للوليد حقي هذا الشهيد وإلا الوحدة من البنات، وقالوا نشتي صابون منكم نصبن. يرسلوا لهم قالوا يا باشا نكون ندي لهم على أساس أنهم يآذونش وانت ما هلك. أنا لو نزلت البيت على طول ما أدري لهم فوق البيت بالطريق بالطقومات كذا، خلنا خلاص سلامة لكم يا بني نشجلس فوق في القرية وانتم اجلسوا عندكم وان شاء الله ما يحصل عليكم مكروه. تفاجأنا في يوم الجمعة كما ذكرت بالساعة 8:30 إطلاق نار من أكثر من 8 متارس، إطلاق نار كثيف. استغربنا إيش الذي حاصل، إيش كذا. الشباب هب إلى مكان الجريمة، وجدوا قنص ومنع، ما خلهمش يقتربوا من البيت، نشتي نعرف إيش اللي حاصل. بعد ما تأكدوا إنه الشهيد أنس فاضت روحه إلى الله عز وجل، والدته كذلك، عمه كان أول من وصل إلى مكان البيت، إلى قريب من البيت، ضربوه طلقة في رجله، تظاهر بأنه انتهى حتى خرج الطغاة الظلمة المجرمون من القتلة من مكان البيت، فاستطاع بعد أن يصيح للشباب يقول لهم أنس وأمه قتلهم الحوثة. نزل الشباب لكي يسعفوهم، أخذوهم من البيت في باص للحوبان، وصلوا للحوبان على طول وطرحهم داخل أحد المستشفيات، لا أدري الخليج أو غيره. أخذوا الباص والخمسة المسعفين وأودعوهم السجن. صوروا أنه من الساعة 9 لما انتهوا من الجريمة حقهم يصلوا المستشفى الساعة 1، يعني طول 4 إلى 5 ساعات وهم يقطعوهم في الطريق على أساس يتأكدوا أنه الجثث انتهى تماما. وصلوا المستشفى الساعة 1، أخذوا المسعفين واعتقلوهم، وضعوا الجثث بالمستشفى للساعة 3 الصبح، وضعوها داخل سيارة من السيارات المنهوبة الذي معهم، لا الطريق، يضعوها في جامع الشيبة في جامع الشبواني، منطقة بين صبر وخدير، منطقة اسمها منطقة الكدرة. رموا بالجثث في صرحة الجامع، يقولوا لي قيم الجامع، اتصل لأصحاب الجثث هذه يقولوا يشيلوا الجثث حقهم. صاحب الجامع ما أعرف أنس ولا أعرف أم أنس ولا، لكن صدى الجريمة وصل الصوت عنده، فأرسل كان بعض الشباب يتواصلوا معه يقولوا له وصل الجثث، قال لهم أنا مش قادر، شو عملوا لي فتنة هذو، شي يقولوا لي للمحل حقه، شي يقولوا لي للجامع،
كان قيمه في الجامع حتى الساعة 8 صباحا. جاء واحد من الشباب من القرى المجاورة سأل الله إنه يجنبه كل مكروه، راح على طول قال كان معه خشب، اشتغل نجار معه خشب فوق السيارة، نفل الخشب من على السيارة أخذ سيارته وراح للكثرة للمحل تواجد الجثث. ماذا تريد؟ قال لا أريد هذه الجثث، أنا أعمل بين أجر سير دفنهم. بداية الأمر اشترطوا أنهم يدفنون عندهم في مكان تواجدهم في الكثرة، هناك مقبرة قالوا ندفن عندكم. أنا أصريت أن تأتي الجثث اللي عندي لكي أدفنها بيدي. فتدخل كثير من الناس قالوا خلاص نوصل الجثث، وصلوا الجثث اللي عندي للقرية، منعوا الناس من حضور التشييع والدفن. أنا أسكن في قرية سكانها ما يزيد عن 500 نسمة، القرى المجاورة ما يزيد على 4000 نسمة، الناس مستائين كلهم يريدون يحضروا للتشييع، لكن الطقومات 6 طقومات في الطريق منتشرين في التباب في الجبال، قنص طول الليل علينا، أحضروا 23 يرموا علينا من الطريق إلى القرية إلى الجبال إلى كذا، حتى أرهبونا تماما، ولم يحضر تشييع الجنازة إلا من 20 إلى 25 فرد. بل إنه الشباب الإعلاميين كثير تواصلوا معنا، اشتوا صور الشباب اللي متواجدين منتشرين بينهم الحوضة، أي واحد يصور يأخذ منه التلفون ما يخليش يصور، ممنوع التصوير. استطاع بعض الشباب أن يهربوا بعض الصور الذي استطعنا إيصالها إلى كثير من المنظمات والإعلاميين. تم الدفن الساعة 8:30. كنا نعتقد أن الجريمة إلى هنا ستكون كاسرة لأجنحتهم، مهدئة لطغيانهم. نتفاجأ أنهم استولوا على تباب قدام القرية وقنص إلى اليوم، بل إنه يعلم الله لولا إيماننا بالقضية. أمس خرجت الساعة 5 تقريبا أو 5:30 من داخل القرية، والقنص علينا قدامنا وراءنا فوق أكثر من 12 قنصة الذي يضربها القناص علينا في الطريق. الشباب يتواصلوا معنا طول الليل قالوا يا أستاذ القنص ما زال مستمر علينا، 8 قذائف هاون يضربوها لداخل القرية، يعني كأنهم لم يفعلوا شيء، كأن نحن الذي ارتكبنا الجريمة وهم الذي دافعوا على أنفسهم من شدة القنص والضرب الذي يضربون علينا لداخل القرية والحصار المحكم على القرية. هذا باختصار لما حدث. لها جميع الإنسانية من قبل هذه الميليشيات الإجرامية القاتلة المتخلفة. هؤلاء الناس ارتكبوا جريمة في حق أبناء الشعب اليمني وفي حق هذه الأسرة وفي حق كثير من الأسر اليمنية. سيلعنهم التاريخ ويلعنهم الأجيال ويلعنهم العالم ويلعنهم اللاحقون أنهم ارتكبوا هذه الجريمة وارتكبوا جريمة جرائم مماثلة لهذه الجريمة. عزانا إن هذه العصابة ستنتهي إلى بيت الله. نحن معزين ورحمة الله على شهدائك وعلى شهداء اليمن، واليمن يدفع الثمن وأبناء تعز يعني يدفعوا الثمن في كل مكان. الكلمات قد ربما لا تعبر عن واقع الحال المؤلم، لكن نحن يعني تزيدنا هذه الجرائم إصرار وعزيمة على أننا يجب أن نبارع هذا المشروع حتى ينتهي. هذه الجرائم التي ترتكب في حق أبناء الشعب اليمني وهذه الأسرة يعني تحديدا يزيدنا إيمان مطلق على أن هؤلاء البشر أجرموا في حق شعبنا اليمني ويجب أن ينالهم العقاب. سيعاقب عبد الملك الحوثي وأدنى به يعني بالجرائم هذا غريمنا عبد الملك الحوثي ومن تعاون معه وهذه القيادات. هؤلاء الناس الذي أجرموا في حق هذه الأسرة هم أداة مجرد أداة، لكن المجرمين الكبار من أعطوهم الأوامر المجرم كل المجرم عبد الملك الحوثي، هذا المجرم يجب أن يحاكم ويجب أن يعدم في مكان عام لأنه ارتكب جريمة في حق الشعب اليمني. ومن تعاون معه؟ علي عبد المصالح. من ما تعاون معه مع هذه العصابة يجب أن ينالهم الجزاء العدل. عصم الله قلبك بالصبر.
ما ألمك ألم الشعب اليمني؟ كل الشعب اليمني، كل الشعب اليمني يشاركك هذا الحزن. الله يرحمهم بحرمة الفاتحة. جزاكم الله خير وشكر الله لك حضورك إلى هذه المحافظة التي دفعت الكثير من التضحيات في غياب تام بل انقطاع عن منظمات المجتمع المدني عن الجمعيات عن الصوت الإعلامي القوي الذي يوضح معاناة هذه المحافظة. أما ما حصل أستاذي وشيخنا ووالدنا الفاضل، يعلم الله أن اهتمامكم بالقضية آلم القلب، لكن ما نخشى أن تتكرر مثل هذه الجرائم على أبناء تعز. نريد أن تكون هذه الجريمة هي آخر جريمة مرتكبة في داخل هذه المحافظة، لا نريد أن تتكرر مثل هذه الجرائم. هذا شيء. الشيء الآخر، اهتمامكم بالأمر لا تتصوروا أن هؤلاء الناس أصبح لهم جذور أو أصبح لهم ظهور ساندة أو من يدعمهم. الناس مستائين من الموقف هذا، لكن اللي مطلوب تعزيز الجبهات، تعزيز الناس، تعزيز الألوية حتى أننا نستأصل هذه الدورة. أما أن نبقي بهذا الشكل لن تكون أسرتي هي آخر أسرة عانت ما عانت، وإني أسأل الله عز وجل أن تكون هي آخر أسرة عانت وحصلت ما حصل لها. وللأسف الشديد لم تكن أسرتك آخر أسرة منكوبة كما تمنيت، فخلال الأيام الماضية نكبت كثير من الأسر ببعض أفرادها، منهم من جرفته السيول التي اضطر لعبورها بعد قصف الجسور من ناحية وإغلاق الطرقات وحصارها من ناحية أخرى، ومنهم من انفجر به لغم، ومنهم من أصابته رصاصة قناص أو شظية قذيفة. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ينضم إلينا بعده المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام، كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا، كما أرحب بضيفي من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام. مرحبا سيد توفيق. مرحبا بك أخي الكريم وبجميع مشاهدي قناة بلقيس وخاصة مشاهدي برنامج لست وحدك. شاهدنا قبل قليل قصة أسرة الأستاذ طه فارع، وهي قصة مشهورة حدثت خلال الأسبوع الماضي. ما تعليقكم القانوني على هذه الجريمة التي تعرضت لها هذه الأسرة؟ بداية أخي الكريم، نعزي الأخ طه بهذا المصاب الجلال، ونعزيه ونعزي أيضا الشعب اليمني كله بالحالة التي وصلت إليها اليمن بسبب هذه الحرب. حقيقة مأساة الأخ طه لم تكن الأولى. نحن في منظمة سام رصدنا خلال الفترة الماضية ما يقارب 74 حالة قتل خارج القانون، من ضمنها مجموعة من الإعدامات الميدانية، بعضها تم رفع فيها شكاوى صريحة وواضحة أمام المقررين الخواص الخاص بالإعدامات خارج القانون بالشراكة مع منظمة الكرامة. نحن في هذه الجريمة سارعنا منذ البداية إلى إجراء تحقيق مفصل، واستمعنا إلى أقوال الأخ طه بالإضافة إلى أقوال بعض الشهود، ورأينا ودوناها وأصدرنا فيها بيان. أعتقد أن الجميع شاهد أو قرأ هذا البيان من خلال الإدانة والتكييف القانوني للجريمة. طبعا الجريمة هي واضحة أنها من جرائم تعتبر إعدام خارج القانون، وهو محرم في القانون الدولي، وهنالك صدر مجموعة من المبادئ القانونية الخاصة بتحريم الإجراءات أو الإعدامات خارج القانون، والتي في مضمونها وفي وسطها حث الدول على تحريم مثل هذه الجرائم وفتح تحقيقات شاملة وكاملة في هذا الأمر. منظمة الأمم المتحدة لأهمية أو لخطورة هذه الجرائم في عام 1982
عينت مندوبا او مقررا خاصا لهذه لمتابعه مثل هذه الجرائم وتلقي الشكاوي بشانها، وهو يعطي عنايه خاصه للاعدامات الميدانيه خارج القانون، خاصه التي تطال الاقليات او الاطفال او النساء، الجماعات الاقل حمايه في القانون، في قانون الحروب بشكل خاص في المجتمع عموما يعني. وبالتالي هذه الجريمه محرمه بموجب القانون الدولي ومحرمه بموجب القوانين المحليه، ويجب ان يسعى الجميع الى توثيقها والى ايصال هؤلاء المرتكبين الى ساحه القضاء لينالون جزاءهم العادل وفقا للقانون اليمني وفقا للقانون الدولي على حد سواء. هي جريمة تستوجب العقوبة وتستوجب المساءلة بموجب كافة القوانين والمواثيق الدولية. من المسؤول، المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، خاصة إذا ما عرفنا أن يعني الروايات قالت أن جميع من ارتكبوها كانوا ملثمين، هم ينتمون إلى الميليشيا الحوثية لكنهم كشخصيات غير معروفين، فكيف سيتم تكييف المسؤولية المباشرة؟ في مثل هذه الجرائم أخي الكريم هنالك ما يسمى العملية الممنهجة، بمعنى أن هنالك نظرة فاحصة شاملة، هل هذه الجرائم جريمة منفلتة أم أنها جريمة متكررة وبطريقة معينة تتكرر من منطقة إلى أخرى؟ بمعنى أن اليوم جرائم الإعدامات خارج القانون وتصفية الخصوم أو أهالي الخصوم لم تكن جريمة أسرة عبد طه الأولى، هنالك كما قلت لك ما يقارب 74 جريمة إعدام خارج القانون، كان أشهرها إعدام التاجر الشميري في غرفة نومه في محافظة الحديدة، كان هنالك الشميري عبد السلام الشميري، نعم كان هنالك إعدام لبشير شحرة في محافظة إب أمام أسرته وفي باحة بيته، كان هنالك إعدامات لأربعة من مشايخ ما الذي تهدف منه الميليشيا؟ إعدامات للصبيرم أن النظر لمثل هذه الجرائم سيحدد أن المسؤولية تتحملها الجماعة التي تنتمي إليها من نفذت القتل. نحن أمام ميليشيا لديها قيادة عليا ولديها مسؤولين ميدانيين، هم الذين يتحملون المسؤولية القانونية بالقانون الدولي عن كافة هذه الجرائم، وبالتالي نحن أمام جرائم ممنهجة كما بينا في بياننا أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى ترويع الناس وإجبارهم على الخضوع لهذه الجماعة وتصفية أي شخص أو أي خصم آخر سواء سياسيا أو فكريا، لأن الإعدامات الميدانية كما هي في حالة طه عبد الفارع هنالك أيضا إعدامات ميدانية تكون بالتعذيب خارج القانون، وهذه ثابتة لكثير من الخصوم مثل عادل الزوعري وغيرهم في سجون ميليشية الحوثيين أو غيرها، وبالتالي هذه الجرائم تهدف إلى ترويع الناس وإخضاعهم لسلطة الأمر الواقع. يعني الإدارة بالتوحش كما كانت تتخذ هذه الاستراتيجية أيضا جماعات دينية أخرى. نعم. في أوقات السلم والقاعدة في الإدارة. تفضل. في أوقات السلم تكون الدولة مسؤولة عن حماية المدنيين وتقديم الخدمات لهم. أما في أوقات الحرب لمن تنتقل هذه المسؤولية؟ هناك فأن على الناس والتحارب بالذات والحكومة الشرعية أن تفهم حاجة أمر في غاية الأهمية، هو يعني تستطيع أن تقول فارق قانوني لكنه مهم. قانون هذا أننا يجب أن نفرق بين أمرين، بين قانون الحرب وقانون في الحرب. في الحالات المدنية نحن أمام وضع طبيعي أن هنالك حكومة تدير البلد، هنالك مجلس تشريعي يصدر القوانين، وبالتالي القوانين في أثناء السلم تأتي لتنظيم الحياة السلمية المدنية. في حالة الحرب تنفصل أو هذه العرى كلها تتفكك ويختلط الأوراق ويصبح لا توجد هنالك حكومة تشرف على تنفيذ القوانين وتصبح القوانين معطلة.
هنا ننتقل إلى جانب آخر وهو القانون الدولي. هنالك لدينا ما نستطيع أن نسمي القانون في الحرب، وهو القانون الذي ينظم القواعد الحرب ذات البعد الإنساني بالدرجة الأولى، بمعنى أن هذا القانون ينظر إلى البعد الإنساني، أنه يسعى إلى حماية المدنيين الذين لم يشتركوا في النزاع، أو العسكريين الذين أو المقاتلين أو العسكريين الذين طرحوا السلاح وأصبحوا أسرى حرب، وبالتالي هذا القانون جاء ليحميهم بالدرجة الأولى. وهذا القانون واجب على كافة الأطراف بغض النظر عن مشروعية الحرب من عدمها، وبغض النظر عن من بدأ هذه الحرب ومن تسبب فيها، بغض النظر عن من يديرها ببعد أخلاقي ومن لا يديرها ببعد أخلاقي. هذا هو القانون في الحرب. أما قانون الحرب هو القانون الدولي الذي يسعى إلى منع وقوع الحرب، وهذا واضح في القانون في ميثاق الأمم المتحدة عنا، أن الدول لا يجوز لها أن تلجأ إلى استخدام القوة من أجل حل النزاعات بين الدول. وبالتالي هنالك إشكالية اليوم في القانون الأول أو في استيعاب البعد الأول. اليوم هنالك حرب موجودة في اليمن، هنالك أطراف، طرف لديه بعد أخلاقي في الحرب وطرف ليس لديه بعد أخلاقي في الحرب. الناس لا يستطيعون التمييز بأن هنالك انتهاكات يجب على الجميع أن يلتزم بها، سواء كان الطرف الذي يدير حربا أخلاقية أو الطرف الذي لا يدير حربا أخلاقية. وبالتالي من يرتكب انتهاكات هو مدان، هو مدان ولو كان يقاتل تحت راية مقدسة. لكن هذه القوانين سيد توفيق، هذه القوانين لا تمتلك على ما يبدو آلية لفرض يعني ما حددته من أمور في لمراعاة الجوانب الإنسانية أثناء الصراع، تبدو نصوص جامدة وعاجزة عن مواكبة الحالة القائمة. هو بشكل عام القانون الدولي يعتمد بالدرجة الأولى على البعد الأخلاقي، على الالتزام الأخلاقي الذاتي يعني. لا توجد أي آليات واضحة للإلزام حتى في حالة السلم. المجتمع الدولي طبعا يدرك مثل هذا الأمر، وبالتالي هو يسعى جاهدا لتطوير آليات المساءلة وآليات المراقبة قدر الإمكان. من خلال قراءة التطور التاريخي ستجد أن ميثاق روما لإنشاء محكمة الجنايات الدولية كان هو آخر ما توصل إليه المجتمع الدولي للمحاسبة. كان قبل روما لا يمكن محاسبة الأفراد بصفتهم الشخصية أمام المحاكم الجنائية الدولية. وبالتالي كان المسؤولية ترتكب على الدول، كان هنالك إشكالية، لكن بعد هذه المحكمة أصبح بالإمكان محاكمة ومحاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب في إحدى الدول بموجب مسؤوليتهم الفردية. ورأينا كثير من مجرمي الحرب يمثلون أمام محاكم أمام محكمة الجنايات الدولية أو المحاكم الخاصة التي تنشأ لمثل هذا الغرض في صربيا وغيرها. كم علينا في اليمن أن ننتظر حتى نرى مرتكبي هذه الجرائم ومشعلي هذه الحروب يحاسبون، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يعني تصل بنا إلى هذا الحال؟ لا، هنالك أمر مهم أن الدول أن القانون يعني كنظرية يجب أن تستنفذ كافة إجراءات التقاضي الداخلية، بمعنى أن القانون المحلي والإجراءات المحلية مقدمة على الإجراءات الدولية. وهناك قاعدة تقول من يصنع النص يصنع العدالة، بمعنى اليوم إذا الذي سينتصر في الميدان هو الذي سيصنع العدالة، وبالتالي يمكن محاكمة المجرمين أمام المحاكم اليمنية. سيحاكم خصومه في هذا الحالة سيد توفيق، سيحاكم خصومه، من ينتصر سيحاكم خصومه. هو طبعا سيحاكم خصومه، لكن على الأقل هنالك إجراءات دولية، هنالك رقابة نشطاء على الأقل ليضمن له محاكمة عادلة. لكن بالنهاية أنت ستحاكمه أمام من المفترض أمام قانون طبيعي. نحن لدينا نموذج في ليبيا على سبيل المثال، محكمة الجنايات الدولية إلى اليوم تخاطب السلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن
حتى تم إطلاقه إطلاق سيف الإسلام القذافي وذاب في القبائل التي لا زالت تدعم اتجاه والده. لكن نحن نعول اليوم على الانتصار الداخلي، بمعنى إذا حسمت الأوضاع داخليا الأمور ستسير في اتجاه إما عدالة انتقالية لحل كافة الإشكالية العالقة خلال هذه الفترة، أو سنذهب إلى إنشاء محاكم جنائية ويتم تأهيلها لمحاسبة هؤلاء المجرمين. هذا يقودنا للحديث عن أهمية التوثيق الذي نكرره دائما في هذا البرنامج. أنتم كناشطين حقوقيين وأنت كرئيس لفريق الرصد في منظمة سام، حدثنا عن النشاط الحقوقي الذي تقدمه المنظمة على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن والتوثيق مثل هذه الجرائم أو الانتهاكات، وصولا إلى إحدى حلول التقاضي التي طرحتها. نحن نبذل جهد معك وكثير من المنظمات تبذل جهد جبار وكبير، لكن أنا الذي أستطيع أن نقول بكل وضوح أن هنالك قصور، لأن خاصة النزول الميداني، الالتقاء بالضحايا، عدم وجود حتى محاكم اليوم يمكن حتى تسجيل بعض الشهادات وتوثيقها لأنه خشية تصفية الخصوم إلى غير ذلك. نعم. لكننا قدر الإمكان نسعى إلى وضع آليات واضحة وحاسمة في مثل هذا الأمر. نحن على سبيل المثال في منظمة سام لا يمكن القبول في أي حالة من الحالات واعتبارها حالة انتهاك حقوق إنسان ما لم يتضح لنا اسم هذا الشخص ومكانه الانتهاك وزمن الانتهاك وكيف وقع تفاصيل العملية كلها من الشهود إلى قضية متكاملة. تفاصيل العملية هنالك أحيانا يحدث قصور لأسباب متعددة، التوثيق المهني أو التوثيق الذي سيذهب بنا إلى المحاكم ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، ربما يتعلق بمخاطر الانتقال بإمكانيات التوثيق إلى غير ذلك. لكن بشكل عام ما يحدث اليوم من عملية توثيق أمر يمكن أن نستطيع أن نقول أننا راضين عنه بنسبة كبيرة جدا. على سبيل المثال نحن نقدم معلومات شهرية واضحة عن حجم الانتهاكات في اليمن منذ بداية عام 2017. إذا ما تطرقنا إلى الدعم الدولي الذي حصلت عليه اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هل هذا يسد العجز نوعا ما في غياب المنظومة القضائية للتوثيق الانتهاكات التي تحدث؟ طبعا لجنة التحقيق الوطنية اليوم أمام اختبار ليس سهلا، خاصة بعد المعركة التي دارت في نهاية الشهر الماضي في أروقة مجلس حقوق الإنسان. اليوم على الحكومة الشرعية ولجنة التحقيق الوطنية أن تكون واضحة في مقدار التعاون من قبل المجتمع الدولي من عدمه، لأنه القرار الذي صدر بشقية. الشق الأول دعم لجنة التحقيق الوطنية وتطعيمها بالخبرات اللازمة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتوثيق على أرض الميدان. الشق الثاني هو تطعيمها بلجنة خبراء دوليين يتبعون المفوضية. أنا أعتقد هذا الشقين مع بعض يمكن أن يشكل رافدا قويا، لأن لجنة التحقيق الدولية والخبراء سيعملون وفق معايير دولية عالية للتحقق أو الفحص وفق اللفظ الذي ورد في قرار مجلس حقوق الإنسان لفحص الانتهاكات من نهاية عام 2014 إلى اليوم، بمعنى فحص شامل إضافة إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية. هنالك لجان تعمل في مسارات متعددة. نعتقد لجنة العقوبات التي نشأت بمجلس قرار مجلس الأمن الدولي لمراقبة الوضع في اليمن أيضا تعمل تحقيقا متعلقا بانتهاكات حقوق الإنسان، تتواصل مع عدة أطراف، لدينا معها تواصل نوعا ما نمدها بالمعلومات، تتواصل مع الضحايا مباشرة على أرض الميدان. أنا أعتقد أن اليوم في اليمن أصبح وضوح بصورة جلية للانتهاكات الموجودة في اليمن، ولذلك نرى اليوم تحركات متسارعة. اليوم رأينا قائمة سوداء يتحدث عنها المجتمع الدولي، ونرى أرقام واضحة، نرى اليوم حراك داخل الكونغرس الأمريكي للضغط على حكوماتهم لوقف التنسيق مع الرياض بسبب أيضا الانتهاكات التي يعني موجودة في اليمن، يعني يتهم بها التحالف تقصد؟
تلك دول يمكن الضغط عليها، لكن الطرف المحلي الميليشيات هي التي لا يستطيع المجتمع الدولي على ما يبدو أو ليست لديه كامل الجدية للضغط عليها. نحن هي حقيقة معركة، من يحسن إدارة أدواتها، نحن أنا لا نريد أن نكرر كثيرا، لكن الحكومة الشرعية لديها عجز واضح، لديها عجز واضح في إدارة الملف الحقوقي، هذا يجب أن يعترف به القاصي والداني. الحكومة الشرعية في الملف الحقوقي لا تظهر إلا عندما تتعالى أصوات لتشكيل لجنة التحقيق، تتعالى أصوات لتشكيل لجنة التحقيق دولية، ربما تغيب غير قادرة على أن تقدم عمل حقيقي مقبول لدى الآخر، وبالتالي على الحكومة أن تراجع سياستها بصورة واضحة وجدية في مثل هذا الملف. أنا أعتقد أن اليوم المجتمع الدولي هنالك اصطفاف كبير، هذا الاصطفاف يجب أن يستغل. اليوم التحقيق يجب أن يكون شاملا، يعني نقر أن هنالك انتهاكات ترتكب من قبل الحكومة، نقر أن هنالك انتهاكات ترتكب من قبل أطراف أو جماعات مساندة للحكومة، لكن في المقابل هنالك انتهاكات بالجملة ترتكبها ميليشية الحوثي، فلماذا نخشى نضيع الحق الكامل مقابل أنها سينكشف جزء من الحق أو صحيح. نبدأ بالتشكيك إلى غير ذلك. أنا أعتقد أنه اليوم التحقيق الدولي سيكشف، اليوم سيكشف بصورة جلية، ومن والتقارير التي تصدر هي ليست قرآن منزل وليست أحكام نهائية، يمكن الرد عليها في النهاية وضحضها إن كان الرد عليها ببيان الحقيقة للعالم بكل جلاء. يجب صحيح. أن نحضر في المحافل الدولية، في حلقات النقاش، في داخل مجلس حقوق الإنسان، في داخل مجلس حقوق العام، في الجامعات، ونوضح للعالم حقيقة ما يدور في اليمن. أما أننا نعتبر العالم كله خصم لنا لأنه يريد أن يحقق من خارج بكافة الانتهاكات، هذا أمر غير مقبول. نعم، الناشط الحقوقي المحامي توفيق الحميدي، رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات من فيينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المعلم طه حسن فارع، تم الرصد، في أمان الله.